تسلم 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 تسلم. طبعا معنا قائد حزب التجمع دكتور جمال زحالكة، قائد كبير. طبعا شو بتعني لك كفر قرع؟ يعني هذا سؤال ما بنسألش. يعني أبو الطيب قال أعز مكان في الدنيا سرج سابح، أعز مكان في الدنيا كفر قرع. طبعا بالنسبة لي هذا المكان اللي فيه ولدت وترعرعت وفيه فتحت عيني على الدنيا، وهو يعني لا أستطيع أن أتخيل مكان آخر في الدنيا غير كفر قرع. طبعا أنا وطني فلسطيني، وكل بالنسبة لي فلسطين هي وطني كلها، ولكن أنا أرى فلسطين بعيون قرعوية وبعيون وادي عارة. هذه بالنسبة لي من هنا أنظر، من هنا أبدأ، وهذا هو العالم الأول. وطبعا هكذا أحب فلسطين من خلال حبي لوادي عارة وكفر قرع. أبوي الله يطول بعمره وصاني، قال لي يابا أنت لما تروح تحكي مع الناس في الانتخابات أطلب منهم يصوتوا لك، أطلب ما تنساش تطلب يصوتوا لك وصوتوا للتجمع، لأنه مرات واحد بصير يحكي السياسي وبنسى أنه يطلب. فأنا طبعا بطلب منك أنت ومن الجميع أنه صوتوا للتجمع وشارطوا ضد. وطبعا نطرح حين نتحدث مع الناس، وأنا كما تعلم يعني قمت حتى الآن بعشرات الزيارات ومئات الحلقات البيتية والاجتماعات الشعبية والاتصالات بالناس، ونحن نحترم الناس ونتعامل معهم باحترام، نحترم عقولهم ضمائرهم وجدانهم مشاعرهم، ونعرض بطاقة هوية التجمع، وعلى هذا الأساس نطلب من الناس أن يصوتوا لنا على أساس مبدأ الحزب، على أساس عمل الحزب، وعلى أساس الأشخاص اللي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. يعني هناك أمل كبير، ونحن نشعر بزيادة قوة التجمع في كل بلاد، في منطقة وادي عارة، منطقة المثلث الجنوبي، الجليل، النقب، المدن المختلطة. ولكن الاستطلاعات شيء والواقع شيء آخر. في نهاية المطاف هناك قوة للتجمع في الشارع، 4 أو 5 مقاعد. علينا أن نعمل حتى تأتي هذه القوة إلى الصندوق وتصوت. أهم شيء هو رفع نسبة التصويت. يعني مع رفع نسبة التصويت إلى 75% إن شاء الله بيكون عندنا مش بس التجمع بيزيد، كل الأحزاب بتزيد فوق 15 عضو كنيسة. التعليم له دور خطير جدا بالنسبة لنا كمجتمع. يعني حين نحن نتحدث في دولة متطورة نسبيا، وإذا لم يكن الإنسان متعلما صعب جدا أن يلقى عمل ويشتغل. أيضا هذا الباب الوحيد للتقدم بالحياة. يعني في دول أخرى في كل دول العالم هناك أمام الشاب إمكانيات كثيرة ليتقدم بالحياة، هناك يمكن أن يذهب إلى الجيش في دولة أخرى ليس نحن، أو أن يكون في موظف ويتقدم بالوظائف، يصبح سفير، يصبح وكيل وزارة، أو يتحدث في البزنس وبالأعمال ويصبح رجل أعمال كبير. لكن نحن ليس لدينا، كل الأبواب مغلقة أمامنا سوى باب التعليم. فلهذا السبب التعليم له أهمية عند كل البشر، ولكن عندنا أكثر. يعني أنا أريد أن أقول للشباب أنه التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب الشباب، لأنه يريد التغيير، يريد التغيير السياسي، يريد التغيير الاجتماعي. والأحزاب التي تريد التغيير تعول على الشباب، أما الأحزاب المحافظة التي تريد أن تحافظ على الوضع القائم فهي تعول على كبار السن وليس على الشباب. ولهذا السبب نحن مع الشباب والشباب معنا. بشوفك قاعد تتحوج بتشتري، يعني شو عامل يعني؟ أنا أحب أن أذهب إلى السوبر ماركت وأشتري أغراض البيت، دائما أنا أشتري أغراض البيت يعني بشكل عام حقيقة. ولكن في الفترة الأخيرة من الانتخابات أنا مشغول، ولكنهم يعرفون جيدا هنا أنه أنا اللي باجي بشتري الأغراض، ودائما بالمناسبة بكتبش على ورقة، دائما حافظ بالضبط شو ناقص في البيت. مثل منظور البلدي لا قدرش هاي اللي كانت تطلع بالحكورة إلى طعمي بدأت نبوك. السلام عليكم. مرحبا. سلام صوتي لكم، كيف انت؟ بدنا همتكم معنا انت خبار شو يعني بس معكم زمان كنا نروح لقط خيار مع دار سيدي خيار، بس كان كل البلد تروح تشتغل بالخيار، متذكر؟ صحيح. ولا مش حدا بكفر قرع، كلهم بالخيار. ابوي واحنا صغار قبل ما يفتح الدكان كان يشتغل في البيارات بالخضيره، كنت دائما نروح معه. كان شوي يفلح بس يعني بعد ما فتح الدكان طبعا لا. بس يعني دار سيدي كانوا عندهم مزرعه وكنا نروح معهم مرات. انا مثلا موسم الزيتون بحب القط فيدي، بحبش اجيب حدا يلقط، يعني
أول سنة ما لقبت الزيتون لأنه بسبب الانتخابات ولا دائما أنا بلقب الزيتون. أحب هاي الأشياء يعني. أكثر من 90% من وقتنا هو القضايا الحياتية للناس، فقط 10% للقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى. لماذا؟ لأنه بالقضية الفلسطينية شو بعمل أنا مثلا؟ بلقي خطاب، بكتب، بطلع بيان صحفي، بس ما بتابع قضايا. في حين قضايا الناس الحياتية اليومية احنا بنتابعها بتفاصيلها يعني وبشكل يومي وبشكل دائم، وهذا يستهلك أكثر من 90% من وقتنا. مثلا أنا والنائب حنين زعبي زرنا أكثر من 70 مدرسة، وفي كل مدرسة كنا نجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات مع المفتش، ويعني برافقنا المفتش، لجنة أولياء الأمور، مدير قسم المعارف، السلطة المحلية، والطاقم البرلماني تبع التجمع، ونجلس مع المدير، مع المعلمين، مع الطلاب، ونستمع إلى القضايا والمشاكل والنواقص، وثم نتابع هذه القضايا مع الوزارة ومع الجهات المختصة كلياتها. هذا عمل يعني يحتاج إلى وقت كبير وفيه إعداد تقارير. بالمناسبة هذه الزيارات أدت في بعض الحالات إلى تغييرات كبيرة جدا في بعض البلدات. هذا مثلا كمثال كيف أنه عملنا، يعني نحن نتعامل مع قضايا الناس الحياتية، ولكن هذا العمل ليس لا يحظى دائما بالتغطية الإعلامية. الجمهور يرى ما يراه بالإعلام. نحن أنا تابعت مثلا قضية بغاية الخطورة، هي قضية الأخطاء في كتب التدريس باللغة العربية، وأجبرت الوزارة على سحب بعض الكتب من المدارس وعلى تشكيل لجنة تدقيق لغوي بعد أن كان قبل يعطوها لمقاولي لغة، خذ كتاب وقع عليه وخذ لك مصاري، وهكذا يعني يتعلم طلابنا في كتب مليئة بالأخطاء. لدينا اشتغلنا بقضايا التشغيل، بقضايا المواصلات، بقضايا الناس الحياتية اليومية، ولكن الأحزاب في المعارضة لا تقاس فقط بما تعمل، هي تقاس بأمرين آخرين بغاية الأهمية باعتقادي، اللي هو بما تمنع هذه الأحزاب. يعني أنا قبل حوالي سنتين لما استقال جومس حي مروم من الكنيسة، قال سئل ما هي أهم إنجازاته، قال أنا ما عملت شيء بالكنيسة، كل ما عملته أشياء بسيطة. الإنجاز العظيم تبعي وأهم شيء عملته أنه منعت مصائب، أن الحكومة جاءت باقتراحات واستطعنا نمنعها. وأنا إذا بدي ألخص الدورة البرلمانية الأخيرة باعتقادي، نحن منعنا مصائب كبيرة جدا على الناس. مثلا قانون الولاء، قانون قسم الولاء، الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية، استطعنا نمنعه. كيف منعنا؟ من خلال إثارة ضجة كبيرة جدا، ومن خلال تجنيد الرأي العام العالمي والمحلي، وعقد مؤتمر ضد العنصرية في الكنيسة، ويعني فعاليات كثيرة أجبرت الحكومة على التراجع عن موقفها. الحكومة كانت ناوية أيضا مثلا تفرض علينا الخدمة المدنية. أنا بيبي نتنياهو اتصل فيه شخصيا وقال لي الدنيا تغيرت وإحنا سنفرض الخدمة على الجميع، نحن لن نفرض خدمة عسكرية على العرب، سنفرض عليهم فقط خدمة مدنية كما قال، ونحن نريد أن نتحدث معكم حتى لا نفرض عليكم هذا الأمر، نتفق كيف نمرر الخدمة المدنية. أنا قلت له كلمتين باللغة العبرية، لن يكون لوي هي، وهكذا كان حقيقة. بعد يعني إحنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها في هذا الموضوع، وقلنا أن الشباب العربي لن يقبل بالخدمة المدنية ويفضل السجن على أن يؤدي الخدمة المدنية، واضطرت الحكومة إلى التراجع. أنا أستطيع أن أعدد عدد كبير جدا من القضايا، ولكن في نهاية المطاف أيضا نحن مثلنا شعبنا بمواقفنا السياسية، لأن مواقفنا هي مواقف وطنية وليست مواقف تخاذل. شعبنا يريدنا وطنيين وليس متخاذلين. يعني باللقاء مع دان مارغريت هو يعني تحدث بوقاحة، أنا قلت جملة أنه إيهود باراك يعزف الموسيقى الكلاسيكية ويحب الموسيقى الكلاسيكية ويقتل الأطفال في غزة. هذا أثارت حفيظة دان مارغريت وقال بأنني وقح. طبعا أنا كان عندي رد قوي جدا عليه، واستعملت تعبير هو لم يفهمه حتى الآن، يعني بالمناسبة حتى بعد كل مقابلاته الصحفية استعملت تعبير مافيستو. مافيستو وهو يعني الشيطان، ولكن الشيطان لجيتي، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، هو أخذ شيطان جيتي وهو الذي ركب دكتور فاوست وحول يعني وسيطر على حياة إنسان. لكن أنا قصدت فاوست مافيستو فيلم عن ممثل يساري يبدأ يتماثل مع النازية حين صعدت النازية في أوروبا. أنا ألعن بكثير، ولكن في نهاية المطاف دان مارغريت يستحق كل ما قلت عنه،
بأنه خادم يعني صحفي بلاط ويخدم رؤساء الوزارات وهو ليس صحفي حر بالمرة، وهذا طبعا أغضبه، ولكن نحن يعني لم نأتي إلى السياسة حتى يشعر العنصريين بالراحة. يعني إذا غضب العنصريون منا فهذا دليل على أننا على حق. هو يقول لي أخرج من هنا، أنا قلت هنا الشيخ مونس، والاستوديو الذي كنا فيه هو في على أراضي قرية الشيخ مونس المهجرة، وقلت له هذا بلدي، أنت القادم هنا وأنا ابن هذا البلد، وهذا أثار حفيظته أكثر وأكثر. طبعا في هذا اللقاء أنا وغيره أنا أريد أن أؤكد لك نحن أقوياء، نحن وقوتنا نستمد حقيقة من أمرين، من أنا أصحاب حق ومن دعم شعبنا إنا. يعني أول أشكر أهل بلدي حقيقة أنا في كل المعارك السياسية دعموا التجمع الوطني الديمقراطي وأيدوه، رغم أنه أنا كنت مشغول في كل البلدات الأخرى وأسافر من الجليل والنقب وكذا وكفر قرع تدعم، وباعتقادي هذا الدعم طبعا هو دعم شخصي ولكنه دعم مبدئي وسياسي، لأننا نمثل حزب وطني يتماثل معه الناس. وطبعا بالتأكيد أنا أشكر زوجتي وبناتي الذين يتحملون يعني كثيرا في هذه الأيام وبشكل عام بعملي، وأولا وقبل كل شيء أشكر والدي الذي وقف معي، يعني والله يعطيه الصحة والعافية، ولا يستطيع أن يزور الناس هذه الأيام بسبب حالته الصحية، ولكن أنا أعتقد أن كثير من أهالي كفر قرع متضامنين معه هو شخصيا ويدعمون التجمع، لأنه أبو جمال في الصورة، وأبو جمال طبعا كل البلد بتعرفه، وحقيقة يعني أنا مدين له كثيرا بأمور كثيرة ومنها نجاحي في العمل السياسي. وطبعا لا أنسى والدتي التي توفيت قبل مدة، وأخوتي وأخواتي الذين يقفون معي في هذه الأيام وعلى مدار العام. كل ياتنا في البلد بس تجمع ان شاء الله، الله يسعدك ان شاء الله بالنجاح، نتمنى لك النجاح.